شاركت جامعة الزيتونة في مؤتمرها التاسع لهذا المؤتمر المشترك الموحد. طبعا مساهمة الجامعة كانت كبيرة، بحيث أنه مؤتمر تكنولوجيا المعلومات تقريبا حصل على ما يقارب 103 أبحاث من 168 بالمجمل للمؤتمر المشترك، وعندنا في كمان ما يقارب 41 بيبر تحمل اسم جامعة الزيتون لهذا المؤتمر. أنا أحد أعضاء الـ IEEE، بنصح الكل إنهم يشتركوا بهاي المنظمة، الفرص اللي بتوفرها كتير منيحة للطلاب وحيستفيدوا منها سواء بالCV تبعهم أو بالحياة العملية تبعتهم. هاي المؤتمرات بتفيدنا كثير لخبرة، زي ما قلت قبل شوي خبرة، تعرف على المهندسين، تعرف على المهندسين إيش كثير كثير مهم. ليش؟ أنت كطالب جامعي بتعرفش أشياء، فايت أنت على الهندسة تمام؟ بتفوت على الهندسة انت مش عارف اشي، لما تكون انت يعني مثلا في هنا وهنا مهندسين او دكاترة في الهندسة، يعني يكونوا تستفيد من خبرتهم المعرفية، يعني هم مروا بتجربة كبيرة كبيرة، انت كطالب خلاص انت هم مروا بتجربة، انت بتروح تسألهم تستفيد من تجربتهم.